دي الشجرة التانية اللي على الشمال، هما شجرتين، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال. دي اللي على الشمال، ده التيكت اللي عليها اهو، ده حجمها الشجرة هنا. لو يعني دي انا ما اعتقدش انهم اقلموها ولا قلموها ولا اي حاجة، ومع ذلك ايه طالعة عدلة جدا، طالعة سرحة وطالعة مية مية. الورق الورد فوق اهو. النهاردة 23/3، احنا صورنا اللي على اليمين ودينا بنصور اللي على الشمال. ادي التيكت بتاعها اهو، وادي تخانتها. عايز اجيب حاجة اوريك التخانة بتاعتها. بص الشخص بالنسبة لها اللي عدى ده عامل ازاي. بص بصوا حجمها، بصوا حجم الشخص عامل ازاي اللي عدى، عشان بس تعرفوا تخانتها وحجمها. شوفوا العدلة بتاعتها، مع ان هنا هم ما بيربوهاش لانتاج خشب ولا حاجة، مع ذلك شوفوا عاملة ازاي. بولونيا تيمنتوسا ناجحة جدا في مصر، انتاج اخشاب، خشبها جيد جدا، اسرع شجره في العالم، حجمها كبير. الشجرتين دول موجودين في حديقه الاورمان. الراجل جاي اهو، نحاول نصور كده نجيب النسبه عشان نوريكم قد ايه هي تخينه. الراجل اهو، شوفوا التخانه عامله ازاي.